اول اخبارنا، والاهلي دايما زي ما احنا بنقول علاقته او علاقات كتيره بتربطه يعني مختلف الانديه والاتحادات الرياضيه العربيه، وعلاقات طيبه جدا. خلينا نتكلم تحديدا عن الاتحاد الاماراتي. كابتن محمود الخطيب من الزيارات الاخيره اللي قام بيها وزار تحديدا بالامس الاتحاد الاماراتي لكره القدم، وكان في استقباله سعاده الشيخ راشد بن حميد رئيس اتحاد الامارات بمقر الاتحاد في عجمان، وبحضور عبد الله بن سعيد النعيمي رئيس مجلس اداره نادي عجمان الاسبق، ويا عبد الله ابراهيم رئيس جمعيه الاعلام الرياضي. خليني اقول لحضراتكم، استقبال كابتن الخطيب كان يعني دايما بيكون في اي مكان ليه طابع كده خاص ومحبه كبيره جدا من الجميع، يعني شخصيه محبوبه مش بس من الاهلاويه او حتى هنقول من المصريين، لا هي شخصيه محبوبه على المستوى العربي ويمكن كمان العالمي، فحاجه كمان تشرف زي ما بنقول، يعني سلسله متتاليه من طبعا الحاجات اللي تشرف اللي احنا عمالين نتكلم عليها كل يوم بصراحه. لا الحقيقه شخصيه محبوبه ومحترمه ومقدره من كل الناس زي ما انت بتقولي، ان هو جدير بده الحقيقه، يعني هذا التقدير وهذا الاحترام عن جداره وعن استحقاق، لان طبعا حضراتكم يعني مش محتاجين نتكلم عن اخلاقيات كابتن محمود الخطيب، ولا محتاجين نتكلم عن نجوميته، سواء كان كلاعب طبعا في مرحله ذهبيه في تاريخ النادي الاهلي وكان لاعب فاز بالمعنى الحرفي، فطبعا شخصيه جميله جدا تستحق كل التقدير وكل الاحترام. خلال الزياره دي وجه رئيس الاتحاد الاماراتي التهنئه لكابتن محمود الخطيب طبعا بمناسبه فوز النادي الاهلي بكاس السوبر الافريقي وما حققه النادي من نجاحات مختلفه خلال الفتره الماضيه، ودار ما بينهم حوار ودي جدا في مجمله، وكان بيعبر عن العلاقات الوطيده والراسخه بين الاشقاء في مصر وفي دوله الامارات العربيه الشقيقه، وطبعا تطرق الحديث الى الكره العربيه بصفه عامه والكره المصريه والاماراتيه بصفه خاصه، وطبعا ده في ضوء ما تشهده الكره العالميه من تطور على كافه المستويات. طب هل